واش غادي نباتوا هنا راه فيا الموت ديال الجوع. صبري شي شويه اختك فوزيه لي مولفه كتحطي لنا الماكله في الطبله قبل ما نجلسوا ما كايناش. انا بعدا جاتني عيقات بعد لي زالي غوتور كل مره خطيبتي عند خالتي الغزال. هذيك خالتكم الغزال انا شاكه فيها ما تسوش بعد تموت شحال هادي. هي اختكم فوزيه باقا دايره بها السبه وكتمشي تفوج مع راسها بلا خبر. الله يمسخك شنو هاد الهضره هادي. انا متفقه معاه. مساله قابله للشك والتوافر بعض القرائن. شوفي هو ماشي سر الدرجه عاوتاني. المهم هو الدار بلا فوزيه بحال الاومليت بلا بيض. انا بغيت نعرف منين كتجيبي هاد الامثله الوجوديه. ودابا من نيتكم خلينا اختكم عاد يقيري الطيب. نويت باتو بالجوع. واش من نيتك انت النيت اللي بقينا كنتسناوك تصوبي لينا العشاء وخليتينا بالجوع وشد الله يفيه جوج سوايع البير من اللعبات وربحات ومشاو الدراري دوشوا ورجعوا عند عيالاتهم وانت بقيتي شاده ديك الكاميرا دابا. جلسي الله جلسي. ايوا طيب شي وحده فيكم. اصلا هي عسريه وكتكثر الزعفران. ما تفكرينيش ما فيا اللي نمشي للمكتب وصباعي صفرين يضحكوا عليا الزملاء. يضحكوا عليا الزملاء ديالي. اي ماما مين فيكم الفهمات نوض ديك الساعه طيب اونسومبل كوليكتيف كنا برا تعشينا ونعسين وكنحلموا. بلاتي بلاتي عندك السخونه سخونه سخونه. الله يلا قولوا بسم الله وكلوا وقولوا الله يرحم بها الوالدين. شنو هذا الشيء؟ الفلفله معمره بالكافيار. ها؟ ما كتشوفيش الصبه. الله اكبر. البديه غادير لكم عشا ما دايرش. الله اختي واش حنا بايتين في السبيطار دايرين لنا الصوبه. ايوا اختي انا راه دايره لكم العشاء ماشي الزرده وعشاء خفيف باش يكون صحي. وحنا بغينا الزرده حنا بغينا نباتوا ثقال. انت مالك هاد المره ما يصبغي طيبي فكري فينا كاملين. انت بعدا راه شرفتي وبغيتي ديري الريجيم. انا باقي في طور النمو خاصني ناكل مزيان. ياك اختي باقا انت في طور النمو جنين انتيا الله يمسخك. اختي عتيقه الله يرحم باك دابا ديروا هاد الصبه حيت ما فيهاش الريحه. هادي سميتها لا سوب شينواز. شنو؟ خليتي المطبخ المغربي كامل مشيتي حتى الشينوا باش ديري لينا هادشي. هادي راه الصبه ديال الماء وي فينا هما الشينوا ما بانوش ليا. حيت انت خلعتيهم بداك الزغاريت ديالك راهم كانوا تما. شوف مزيان ولا دير النظاظر كاين العشوب كاين القشور ديال الكغوفيت الحوت ما بان لك والو. هادي ما بقاتش صبه اختي ولات توكال. وسعداتو بخواتاتو وخا قلبين اللي حياتو خوهم حبيبهم ورافد هبالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباتو. وسعداتو بخواتاتو وخا قلبين اللي حياتو خوهم حبيبهم ورافد هبالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباتو. خويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبي يا وخويا وخويا انتبه بيه أنا يا قدام الناس وخوكم خوكم ولا دارت أنا يا ليان عليا وخوكم خوكم نجي ونحط أنا يا عليكم الرا. مرة يتصالحوا هادو هما الخوت دغيا كيتسامحوا. يا ربي دوم المحبة بيناتهم وتحلى لمتهم وبها يفرحوا. وخويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبي يا وخويا وخويا انتبه بيه أنا يا قدام الناس وخوكم خوكم ولا نارت أنا يا ليام علي وخوكم خوكم نجي ونحط أنا يعليكم الرأي. واحد السلام عليكم. سلام غالي. خويا الغالي على سلامتك عتي كنشوفك تنشرح. والله إلا واحد التفويجة مع با أمير ما تشهيتها لك أخويا عزيز. كل مرة الجاية غنديكم معايا كاملين كار كورصة. غادي تهنيني ديهم كار كورصة وما تردهمش. كيفاش؟ لا زعما غادي يديكم كار كورصة وتفوجوا وترجعوا. خويا الغالي جبتي الدري وصلتيه يلاه هوينا الله يخليك حيت حنا دابا غنتعشاو وبولفاف غادي يبرد لينا. يا بولفاف كوني هانيه انا غنمشي في حالي. انا بغيت نوصيكم وجدوا لي غير نتوما بوحدكم راسكم الويكاند الجاي راني عارض عليكم كامل عندي واحد المناسبه وضروري تحضروا معايا فيها. الغالي انا مزوقه ما سبق لينا افونسي لنا هاد العراضه واقفين عليها. والله ما كرهت ليك ولكن خاصها توجد بزاف خصني نوجد ليها مهمه. ايوا سير خلاص يلاه توجد يلاه توصل وسد معاك الباب وسيري زندي على الفاخر اللي يبرد لك بولفاف.
الله يهنيكم. خويا الغالي جلس تشرب معنا الصبا. الصبا يلاه اختكم عتيقه. شت العشوب واقف والقشره القغافل ديك راه هي السبب في الكوفيد المساخير. هذيك راه تاكل دير لك الشلال في الضو ودير لك تساقط الشعر. شوفي الشورتي وشوفي شوفي كي حالتي. احلي رجونس لي رجونس. انا غلبت خفيف بغيت شعري. لهنا يطيحوا في كرشي قندوح فيكم كاع. بسم الله. آه يا وليدي يا وليدي يا وليدي وعلى سلامت وليدي الرجل. شي كتاب عمرت النقنيقات ولا اش داك الشيء؟ الله يهديك راضية. واش كاين شي كتاب فيه التبرقيق؟ واحد شتك مركز فيه مزيان. تمسيتي الهواية المفضلة ديالك. اخبارات الناس ما عندي ما ندير بيهم. ما راه خصني نتقف باش نعمر هذا الراس. الله اكبر. بتودني فجر راه باقي بعيد. رجل واش لاباس وكان؟ لاباس؟ ماشي ما كتحس لا بدوخه لا رعده في العظام. سي بس ماكعي. الله ينجيني. إوا حيت آخر مرة كنشوف الكتاب قدامك هو كتاب العدول، دابا بغيت دير فيها مثقف. يلاه. دابا كيما دار معاك بلاد محلى. زعما الفضول وخبارات الناس لمن غتخليهم؟ عفى الله عما سالف. هي أش؟ داك الشيء كان حيدتو. أنا دابا راه خصني نقراها، خصني نثقف، خصني نوعها. وتا أنت الله يعفو عليك. أهيا شكون انت؟ إلا وعنوان راجلي؟ هذاك الفيس ديال الفضول حيدتو ودرت الباباه الطرني فيس ديالو. دابا راه ولا علوان آخر. تبدلت. علوان؟ ياك بغيت تبدلني حتى أنا. الله يهديك يا هاد المرا. اش هاد الهضرة؟ عرفتي ما يجيك مليح. نوضي نوضي صايوب لنا شكيكة. إوا كان بغيك. إوا قولها في الصباح. خلعتيني. لمن غادي انتوا باش نجيبو شي خبيرة جديدة؟ هي أنا. خصاني شي حاجه حلوه نحل بها عقلي باش نقرا هذا الكتاب. كي بغيتيها بالشوكولاط ولا بالزبيب؟ ما كرهتش شي شويه ديال القرقع. والله لا ذقتيها. مبارك يا مسمن. شوف وحدة من خمسة. يا إما كنتي مشدود يا بيت بالعشاء يا فيك السينتا في الجوع. عندي الحرمان عندي نقص ديال الفوزية. خاصك ما كتكون في الدار كيخصنا جمعية خيرية تجي تعتقنا. وانت عندك اختك سميتها عتيقة وكتسنى اللي يعتقك. هذيك بالضبط بالله الله يرحمه غلط في السمية. ما كانت خاصو يسميها عتيقة، كان خاصو يسميها كارثة فجيعة فضيحة فشيلة. والله إلا كتبقى فيا أخويا عندك سبعة ديال الخواتات في الدار وما لاقي ما تاكل، وحده فيهم يا حسره كتقرا الطبخ. هذيك كتقرا النبك. هذيك كتبها ديما ناقصه منو شي حاجه حيت كتغيب الدروس. من انا معتقه الا بغيت تاكل ماكلتها خاصك تكون عالم ديجا لومبيلونس. ماريا الا عولتي عليها غتبقى بالجوع. هي كتصوم كتقول لك كدير ريجيم. نوره نباتيه غتولي بحال قنيه. اما لانهم الماسون خطيبتكم لارطيبات لينا زبط لينا كسكسو درت فيه كل شيء الا السميد كليناه جانا كورطاج. اجمع راسك راه كتهضر على طليقتي المستقبليه. نعم خطيبتي زعما تقدر فايت واكل ما كلتش. معلوم واكل معلوم. شنو طيبات لك بالسلامه؟ طيبت لي البيض مسلوق بالكمون بالملحه. انا ما قلتلكش قولي المقادير قولي شنو طيبات لك. البيض مسلوق. ايه البيض ديال سيدي ربي درتو في المسخون. ايه ولكن كتعرف تنقيه وداك السلوفان التلصق هنا داك البيض كتحيدو مزيان. ناري واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير اخويا رضا؟ لاباس. كي داير معز عليك؟ والله الا توحشناك. كتهضر معايا؟ صح. معلوم انت نسيبنا وفي مقام خونا وكنعزوك بحال ولدنا. انت نسيبنا في مقام خونا كنعزوك بحال ولدنا. اول مره عتيقه تقول فيا الشعر. غالبا غتصيفطني سخره من هنا لطنجه. زعما خايبه هذه سكت غير مع جوادي. لا راه سهيت ما بقاش تساع. خويا رضا ممكن واحد الطليبه. اوا هالي قالت الشوافه. ممكن الله يخليك تمشي تضرب شي دويره. بغيت نفرد بالاخ ديالي. الحمد لله. انا صاحبنا تقولي شي حاجه. الشاب اللي هضرتي زوينه اختي عتيقه ماشي غير نضرب دويره راه بنادم نضربو انايا. يلا خليت لكم الراحه. يلا هوينا. ما عرف والو ما فراسي والو وهذه اخر هضره عندي. اوه كيفاش انت عرفتيني؟ انا غادي نسولك حيت كنعرف شنو كيدور في راسك. عويتي قي من عينيك خويا العزيز عزيز. عندي واحد الاحساس لداخل في القلب ديالي كيقول لي باللي انت عارف الغالي علاش عرض علينا. اولا ما عرضت عليك انت، عرض علينا بوحدنا. ثانيا جا قدامك عرض علينا وما قال لناش المناسبه.
عزيز ياك ما يكون شي وحده جديده. يا ربي تسهل عليه في بنت الناس يا ربي. كيفاش ربي تسهل عليه؟ كيف انت واقفه مع الطلاق ومخدومه معاك محكمه قدا قداش؟ ايه يطلقني ايه يتوجع ليا لا. واش انت باغا تطبي فيا الطلاق في راسي ولا شنو؟ واش صايت لك البنت في راسك؟ كيفاش يطلقك ايه يتزوج عليك لا ما فهمتش شنو هذا المنطق؟ لان الذي يعرف عتيقه ويحبها لا يمكن ان يعرف اخرى ويحبها. كليو باترانتي طلع واحد 100 درهم بغيت نمشي للحمام. ما عنديش. الفقيره تمك. امير امير شنو اجي شنو نهضر معاك؟ راه الا كنتي باغا تسخريني غير نسي انا راه ولد اختك وخاصك تحترميني. هل انا نقدر نسخر ولد اختي الغزال؟ الفيلم اللي عشيت عليا شتي طايحه انت على راسك ولا شنو؟ لا علاش علاش قاعد الحنان كاملو على غفله؟ دابا قلت انا عايش نهضر معاك نجلس نقرقبو لنا بشويه صافي. شوفي اجيني من الاخر وتقولي شنو بغيتي بلا ما تبقيت تدوري عليا. دابا انا بغيت نعرف شنو هي المناسبه اللي موجد باباك؟ علاش انت باغا تعرفي؟ قلت مثلا نقدر نجيب ليه شي كادو. بغي يضرك راسك صراحه. اه ما قلتيهاش ليا حتى انت غادي يضرك راسك. شنو واش انت تهدي شي من بو على وانا ولا شنو؟ دابا غادي تجيني من الاخر اما غادي تقولها لي ولا تمشي فحالك. اجا راسك متى المعلومه والمعلومه راه بالثمن. طالع مقص بحال امك. يلا قولي شنو بغيتي؟ بيتك. غادي تمشي فحالك؟ لا يلا هي تليفونك اللي قديم فيه بزاف د الحوايج جاوني وباقي فيه تصاوري. ما كنتي هي تزور جينا. شكون هاد تزور جينا؟ اجا عمرت كريستيانو هذاك اللي تيلعب الباسكت ما تعرفيهاش. صافي واخا سيدي جاك التليفون. دور ليه؟ طلقي قول بعدا ما تيقاش فيا. قول بابا غادي يتزوج. مرا ديال اش داير في راسك هاد الحاله وانت على مزوينتك مرا؟ راش لي تغير عليا وتبدلات لي الطبيعه. تبدلات لي الطبيعه؟ مالو كان بنادم ولا خفاش؟ اه سكتي إلا جيتي تفلي عليا سالي فحالك لداركوب. حاجة أنا شفتك مقلقة مراتي وقلت نبسط معاك. واش أنا كنقول لك راجلي تبدل عليا وأنت كتضحكي عليا؟ حتى أنا قريت في واحد المقال ديال الكرة قال لك اللاعب إلا تبدل على طبيعته ونقص المستوى ديالو باينة كاينة شي مرة أخرى. جاني علقانة وداك الشيء اللي حسيت به حتى أنا. مرة ديال دارها في حياته ما عمره ما قرا، دابا طلع على جوج حروف جا بغي يشد لكم بهم الشمل. صافي آخر مرة نعاود نقرا شي حاجة. واش عيب هذا راجلي كان كله حيوية ونشاط، حتى ولا كيهز كتباتو وكيمشي يسد عليه بيتو. حيوي ونشاط مالو كيلعب في المنتخب. لا عساك ميرادي راه مزيان يطلع على الكتوبه مره مره. راه كيقول لك واحد المثال اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد ياك رضا. ولكن هو راه وصل للحد اش باقي فيه ما ياخذ شي علم؟ واش انا خديته قاري؟ لا. ها واش كان متقف؟ لا ارجع لي رجليك في المكان. صافي فهمتك امي راديا. دابا انت هي ما بغيتيش يدير الميزاجور باش لي زابليكاسيون اللي فيه بقاو فيه. لا زعما انت بحال بغيتي تكوفريه يبقى مكوفر ما يتزاد منه والو. اييه الكوفر باش يبقى هو هذاك على طبيعته باش نعرف نعيش معاه. انا ولفت راسي كون برقاق وشمشام وفضولي كان كيجيب لي خبيرات ديال الناس وتنقصروا عليهم. انا فهمتك المره هذه. دابا انت شدتك القطعه. وي كان كيونسني بخبر عباد الله. واش حتى بلاني عاد بغيتو؟ فهمتك البليه صعيبه. بصح امي راضيه بنادم خاصو يختار الوقت اللي اعتزل فيه ماشي كوب ديمون بقات ليه شهرين هو عاد بغى يعلق الصباط. الله يديك رضاش من اعتزال واش من صباط. راه كنهضروا على با الوان مالو ميسي. هادشي اللي قريتينا في هذاك المقال ديال الكره. عاوتاني المقال ديال الكره. ايوا تي خليه. قلنا اش قريتي في المقال؟ اييه كاين مقال احسن منه كيهضر على المنظومه الشمسيه. قال لك سيدي باللي الشمس كبر من الارض وكبر من القمر. هذه اول مره نعرفها. وشنو علاقه الشمس ببا الوان؟ بل احنا باقي كنهضروا على بو علوان. نضط نضط تهز عليا من تم. داكشي اللي خلا فيا باك علوان وتكملوا ليا حتى انت. هاي عباد الله انا بغيت راجل يرجع ليا كيف ما كان. صافي كاين الحل. قول لي شنو هو؟ الحل هو غادي نجمعوا ليه خبيرات جداد من الحومه ماشي بحال داكشي القديم اللي كنعرف باش زعما نحركوا فيه ذاك الفيس. ايوا بحال قلت لي الباتري ديالو غنضربوه بالدوز فولت باش يعاودوا رودي ماري. هذا نظر
فراسك بعلوان بلي كمال ولد رقيه اللي في الطليان. صيفط المعجنه ديال الضو وشوفو وكريم وخور حلق صيفط ليه طوندوز نيو والو غنزيدك هادي ما يمكنش ما طيحش لك في بالك. رقيه بنت الكزار طلقت هادي شهرين وما قيلهاش لدارهم. والو اه العربي مولا جونس لوكاسيون طوموبيل جديده اللي خرج كات كات ماشي ديالو اي كريم واحد لوكاسيون اخرى. راه عاد تصدع راسك نوضي لقيتي شي شغل سير ليه. دابا بعلوانات تبركيكات كاملين باقي نيو ما حركوا فيك والو. واش انا تنقلب على الحسنات انت كتجيب لي السيئات؟ واش حتى بغيتي تعلمني الحرفه وبديت نشد فيها وغتخلى عليا؟ مايمكنش عفا عليا ما بغيت نعتزل. لا مايمكنش تعتزل وانت في الاوج ديال العطاء ديالك وتابعنا استحقاقات قديمه. شكون انتم تابعين بنادم الطيله بغيتو؟ راه تبت اخويا. السلام عليكم ابو علوان عتقني انا مزوق فيك. فكرني في سميت هذيك السيده اللي كانت كتجي كتاخذ عندك الرسيلات اللي قربوا يفوا لهم الاجال. نسرين راه ساكنه في درب النافوره. هيا الرسيلات اللي درت شري من عندك راه ما كانتش تماكي بيهم. علاش؟ راه كانت تخوي داك الشيء وتدي الفنيد باش تدي لخوها للحبس. الله اكبر طلع هذوك 200 درهم تاع الخطار اخونا. لا لا غير تزبقت لي هذه ما هو تاب. وانت تطلق 200 درهم نطبز ليك انا. هاك الله يخلف عليك. يخلصكم الله الشياطين. خرجوا عليا من هنا. نعلى الله وعليكم. او ماي جاد لا ميمكنش. شنو نورك الطيب؟ هاد الحدث خاصني نوثقو. نورك الطيب شوفي بحال اول مره غنطيب حيت ما موالفاش ليك كتكوني جالسه ما كديري حتى شي حاجه. بركه بركه راني غير مكومبلاصي خصك شي ماء وصافي. هذا هو الحب الاخوي هادشي بزاف. شنو الاخوي الله يهديك؟ هذا راه هو التمام باش نعرف المناسبه اللي عرضنا عليها الغالي. دوماج انا اللي كان كيسحب ليا الاخت المثقفه اخيرا ولات متضامنه. واختي هادشي اللي عطى الله الدنيا مصالح. ايوا شنو ايوا شنو قال لك شيماء؟ بيني وبينك لالا المناسبه هي عيد ميلاد ديال عتيقه وهادشي علاش عرضنا. وانت تسيقتي شيماء الهبيله ورا هادشي اللي كاين. انت مطنقه من درجه فارس لانيفيرسير ديال اختك من هنا ربع شهور وبرجه وسط دال. والله يخليك بغيت القرايه كامله والفهمات ديالك وما قدرتيش تعقلي على التواريخ لانيفيرسير ديال خوتك. دابا انا بغيتيني نخلي تواريخ ديال الفلاسفه والمفكرين حتى ليك تواريخ خوتك. واخا غير بالعقل دابا عتيقه والغالي اللي غادي يطلقوا غادي لعيد ميلاد. عادي كاين اللي يطلقوا كاع وكيحتفلوا بعيد ميلاد بعضياتهم كاين مشكل. والاجراءات ديال الطلاق ديالهم راه انا اللي واقفه عليهم. شي اختي نقول لك واحد الحاجه شك انت محروقه واخا ما امتى يطلقوا وشنو؟ انا تعذبت على ديك الدوسي خاصني نتخلص في الاتعاب ديالي هذه هي الخدمه. مالكم تاني عاوتاني بجوج؟ هاد اختك راه انانيه. هادشي ماشي جديد عارفينه. ياك ولكن اختنا وعزيزه علينا حيت حنا عائله مشكودره كنقبلوا على بعضياتنا كاين شي غدا كاين مع وقف التنفيذ هي اللي مطيبه. قياس الخير وشنو الاخت حنان مطيبه لينا؟ شاريه بالحليب. واش حنا جالسين في مطعم مدرسه عباد الله والثلاجه عامره بالدجاج وباللحم وبالخضره لقيتي غير شاريه بالحليب؟ تراك ما عارف الشاريه شحال فيها ديال الفوائد. انت ما عارفاش الجوع شحال فيه ديال الاضرار. فين كفوزيه؟ كي جيتكم؟ شنو هادشي؟ جفاف ليلي يحييك. انا بعدا ما عجبنيش هذا راه داير 4500 درهم موجود تقشف. تنقول مالنا كنعاني من الفقر. والله الا عندها الصح كاين شي واحد كيحط 90 الف ريال في جفاف بحال هذا كما قالت هي ماشي حرام ياك اختي؟ الحرام هو تكون مزلوط. خليكم من هادشي دابا كي جاتكم هادي تقول لي فتي في 200 درهم نقطع لك طرف طرف. انت ب 60 درهم من البال لغلى على مسكين. ويلي على البال والله جيتي جلستي حدايا في العرضه تنحشتك ركابي. طب انا نركب على هاد العينه من كامل ياك لاباس. واش انت عايشه معانا؟ معايا دابا بركه من الحقره راه عرض علينا الغالي. وانتم هاد الغالي اللي عرضكم عرفتوا بعد المناسبه ولا كتوجدوا الحوايج هكاك؟ الا كانت كنازه المهم عند هادو هما يلبسوا. وانت شنو غتلبسي؟ الله اختي ما بانتش لك الحطه انت اختك راه كتضرب الدور يجين ما كاينش اللعبه. كل انوثه وحيويه ونشاط هيك تنقول لكم راه مفقود فيها الامل. خوتاتي اش هاد الحوايج هنايا؟ غتعطيهم شي جمعيه ياك ولا شي قافله؟ مزيان برافو عليكم ديروا الخير الله يتقبل. بقينا حنا بعدا الحوايج باش نصدقوهم. ايوا وليش انا هاد القصاريه؟ البنات كيقلبوا على ما يلبسوا العراضه. العراضه ديالاش؟ واه قيل الغالي غيتزوج. اويلي
واش نسيتي ياك الغالي عرض علينا وانتوما باش تفقتوني قلتي له ايه ولا مالنا اختي اللي ما نقبلوش ما عندناش الحق حتى حنا نفوجوا بحال الناس لا اختي فوجي بصحه والراحه انا عارفه راسي ما عنديش الخواتات عندي الاخوه الاعداء اختي رحمه ديما معاك ناديه انت الوحيده اللي كنحس بك في هاد القبيله كامله كختي بصح نيت انت اختي حنا هاد الويكاند غادي نمشيو للعراضه ديال الغالي ياك والويكاند الجاي غادي دير لينا عتيقه شي عراضه احسن منها وغادي نمشيو غادي نفقسوا الغالي مشات مكافش كيطيروا من هنا هم غبري هاني. ولا غنسفك على المصيبه ما تنساش ليا التمر الحليب يكون مزهر والورق التمر بغيتي معمر باللوز ولا ديال الله معلوم يكون معمر باللوز هذا راه الغالي كلشي خصو يكون غالي صافي اسمعوا تاني غنقدروا نحتاجوا شي طابلو وشي كراسه حيت يقدر يكون الغاشي زايد شحال تقريبا زايد 10 23 هذا راه ما بقاش غاشي هذا راه ولا الهجم يموت بسرعه تصعب لا خلص شي حاجه لا القلوعه واش بغيتي في الغوز في الزراق في الخضر علاش زعما حيت كل لون المناسبه ديالو كاين اللون ديال الفرح ديال العزو ديال الطهاره ديال الرقيه الشرعيه ديال الهجره السريه جيني من الاخر فاش عينك باش كتقلب الا عرفت المناسبه زعما غنقدر نعاونك لا السريه التامه هذه اول حاجه كنتعلموا في الخدمه ديالنا حنايا كنا سيربريز مضرب فين وصلتي احنا خدامين كنوجدوا الحفلانه وبريضه كنشوفوا واش تجي على قد الاتساع اللي عندكم في الدار ولا لا ما بقاش في قاعه الحفلات على ما قلتش لكم ورصدينا ليه القاعه علاش بقينا في الليل كيدير عراسه حتى الصباح راه الدقه وهاد الشيشه وين فين غنشيشوا داك الشيء نعم لا زعما شنو ناوي دير نديرها في الدار عندك الشيشه ها الحفله الا بغيتي انا خاصني نتشاور مع خواتاتي راك عارف خواتاتك موافقات الا عتيقه ومنين تشاورتي مع خواتاتي وقالوا لك ايه علاش مسولني انا من باب التبليغ انا غادي نمشي ما تنساش التمر التمر وحده فيها اللوز وحده كركاع وحده بيستاش وحده لاجي قرب زيد زيد منعنا عرفتي نموت ما عرفتش نتحط راسو يكون زعما بغا يخطب عتيقه دوزيام سيزون دوزيام ما أبغيتيش تبدل داش غادي نبدل انت مالكي غادي جايه بهاد الحوايج اللي مالفات تمشي بهم للعرس ياك ما تعاودي ليش ما بغيتش نعرف حتى شي حاجه يا ربي تصبرني يا ربي في الحقيقه عرض علينا الغالي حتى واحد ما عرفاش شنو هي المناسبه عرفتي كل شيء ضرو راسو انا قلت ليه هذا ما يكون غير نجح في هذيك القرعه ديال الحج اللي كتكون عندهم في الخدمه زعما انت ما فراسك والو مالكش هاد فراسك وفي عنبوك ياك لاباس تفرقي معايا راه غادي تدي ذنوبي راه كون بغيت نعرف هادشي كون عرفتو تفرقي مني انا ما عندي غير قلت لكم كاين واش عندك شي افاده فيدني بها ياك ما تقطعتي مالي كنكمل الشخوفه نسيت واش شديتي التقاعد دابا انا حيره مع راسي واش نلبس هاد التقشيطه اللي فيها السقلي ها هاتا شوف ولا الزاد الحريريه سامبل لا لوسي اللي عجبك واش مرفه تتشاوري معايا انا مرفه تتشاوري معايا ولا ما تغوت علينا دابا نمشي نشوف لي التنقنيقه ديال المعقول كاع الشاف علال لا تقريب واحد الخبيره على راسي غادي تفركع وحدي مضوي البلاد وحدي مضوي البلاد كنقول لكم دقوا عاد دخلوا هاي 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 على شوف كولوني مشيك ليا ومفيك ليا ياك عزيز اخويا ياك ديك في الراس ما حشمتيش ما قبلتيش غير عراضه لا انت جبتيه ليا حتى للدار ما خممتيش فيا ما خممتيش في الاحاسيس ديالي اللي سنتي واش عيبت لاصيتك كبرت في راسك واش نور مدخل عليك الدره هادشي راه اكثر من الضرر جايب ليا طليق يدير الفشطه هنا في قلب الدار ديال با عتيقه الغالي راه من العائله مابقيتش تزيدي فيه صافي ايه وانا جايه من الزنقه ياك هو دير ليه القيمه اختك عتيقه ما نديرهاش ليها بغيت نسلك واحد السؤال حرقني من شحال هادي واش انت ما تكونيش خالتنا وكتبين علينا قالوا لنا اختنا انا مرت خال عم سموك انا دابا غير سولتك وجاوبني دابا علاش دابا جايبو الدار علاش حيت الاغلبيه قالوا ايه حنا عندنا قانون في الدار ما عندنا ما نديرو ليك مشيتي كفته حيت ما كتحملونيش حيت ما كتكرهوني ولكن والله لا كانت ليكم شتي انا غنفرتك هاد الجقله كامله غادي نطيح الديجاكتور يلا ماشي مشكل الغالي اصلا باغي يضوي بالشمع
ما غير خلق الرومانسيه في دار با خلي عزاز ما لقيتش عندك شي قرافه زايده موجوده عشيري انت اش كدير هنا ملي ما نتفركش بحال الناس طناره معروض غادي تزيد قدامي غنخمجك علاش بالسلامه حيت انا امك وحيت خصك تحترمني وتسمع الهضره ديالي وتجي مني انا الوالده كنخاف من السخط وبابا عرض عليا ما خاصش نقول ليه لا الراق وسير وليدي انا سخط عليك وسخط على باك وسخط على خوالاتك وسخط عليك تنتع وراجع خليكم بالخلا واش دامي راضيه تاويلي اش هاد اللباس لابس كي جيتك هاد الحطايا ديالي كنمشي بها لكاع المناسبات الدينيه والوطنيه انت غادي معروض ولا غادي تشرب من عباد الله انا ما عجباتكش هادي راه هي لا مود تاويلي اش من مود انا بعدا لا تخرج معايا هكا ياك خفتيني نطيح بك زعما وانت طيح خلوق واحد معروض عند بوليسي تسالي الحفله وغادي يقرقب عليك انت ما حنا على فالك انا راه خاص الدوسي ديالي ما يتوسخش دوسي ياك ما دافع على الفيزا ومخبي عليا لا شرط عليا ناديه الا مشى حتى توسخ لي الدوسي تفسخ الخطوب الله يفسخك انت وياها ها هو مالك كتلهت جراو عليك من قبيله وانا كنقلب ونشمش شناهي المناسبه اللي داير الغالي عرفتي زواج ولا انا فرحانه حيت راجلي رجع ليا ولا مالو كان في السويد قلت لك الا بغيت نعرف شي حاجه راه كنعرف ولا قلتي هاد قد بيها ايوا غير تهنا وراه ما كاين لا زواج لا سبوع لا حج واش كاين بغيتي تعرفي ايه يا الله لا جات فودنك الغالي تعطل وانا عصبي بداو كيفركلو خصني نعرف كون بحال كامي راضيه غير صبري شويه علاش ما تقوليش لبا علوان يعطينا شي تسريبات ولا علوان ولا مسموم حلف لاقر دابا عواد ما تفكروا في العراضه كتفكروا في المناسبه انت بالك ما تفسيف بعدا غادي ترجع لي تليفوني انت كتجي محتاجه المعلومه وانا كنحتاج للتليفون ستينها عشرتي زعما انت ما فراسك والو انا اللي عارفه عشيري والنهار كله وانا صايمه كنموت بالجوع على قبل هاد العراضه ودابا بان لي غنتريض انا عندي احساس الغالي غادي يدخل عندنا مرة جديدة غالي عرف جوج مراوات في حياته عتيقة وعاوتاني عتيقة أنا اللي بان ليا هو بغا يدير لي احتفالية كبيرة باش يرجعها وأنا مشات ليا الهمسة السلام عليكم وعليكم بنات عتيقة مشات فيها كفتة سمحوا لي العائلة تعطلت عليكم أخويا غالي حرام عليك راه كلنا غير صبر هي الزردة جاية في الطريق جايين حتى شي ناس ناس مهمين حتى هما جايين عرفت شنو هي المناسبة شناهي سمعتي قال الناس مازال جايين إذا نساب جداد نساب جداد طفرناه حتى مع القدام حتى واحد يتحرك كلشي بلاصتو الغالي ياك جاي تعرف الدار باب لا حيا بلا حشمة اليوم قلت لكم تهنا منك والله لا كبير وصفر عليكم تاع نتوما كاملين جايين فرحانين ولابسين لي الحوايج تاع نتوما قالت لي مع بوك حنا عتيقة حطي السلاح السلاح راه ما معاه مزاح حطي السلاح باش نخرج انا وياك نتفاهموا على برا راجل راجل اش من راجل راجل يا الكنس الكامولي دابا باغي تفاوض ياك وانا نقول لك شي داك الطريط راني عيطت ليه قلت ليه مول الفرح راه توفى والمسمعين راهم جايين في الطريق علاش من فرح داوية هادي علاش من فرح ياك غالي بغيتي تشوش على هنا طيب نعاود نتزوج شكون اللي قالش بهادشي زواج انا غير بغيت نفرح بكم انتم عائلتي حيت زادي تقراد فراسي جاتني الترقيه ترقيت عتيقه ترقيت الغالي ترقيتي احبيبي ترقيت بلا حبيبي ايه دابا الغالي احبيبي الصالير ديالك ولاو اثنان ايوا باركوا ليا راجلي ولا اوفيسي اي راجلي حبيبي حياتي كبيده ديالي الله يحفظوا لي من عين بنادم اخوان سمحوا لي انا غادي نديميسيوني من هاد العائله راه انا اللي نقول مزوجيني وحده سكيزو سكوباتيه عاجي نجيكم مليحه الجماعه سمحوا لي العرضه غتفجر السيمانه الجايه ما كليناش النساء خاصه المره الجايه يجيو لابسين تكاشط على زعما نتزوج كتغرتي الله وسعداته بخواتاته واخا قلبي اللي حياته خوهم حبيبهم ورافد هبالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباته وسعداته بخواتاته واخا قلبي اللي
اللي حياته خوهم حبيبهم ورافده بالهم من صغره راجل تحاجة مغلباته خويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبي وخويا وخويا انتبه بيه أنا يا قدام الناس وخوكم خوكم وإلى دارت أنا يا ليانا عليا وخوكم خوكم نجي وانا حط أنا يا عليكم الرا مرة يتخاصموا مرة يتصالحوا هادو هما الخوت دغيا كيتسامحوا يا ربي دوم المحبة بيناتهم وتحلى لمتهم وبيها يفرحوا وخويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبي وخوكم خوكم نجي وانا حط أنا يعليكم الراس